قم بتحويل الأموال مع تطبيق بنك سحار في خطوة بسيطة وسهلة. قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. اختر تحويل الأموال. للتحويل إلى حسابك ببنك سحار، اختر الحساب الذي ترغب في التحويل منه، ثم اختر الحساب الذي ترغب في التحويل إليه. اختر عملة التحويل. أدخل مبلغ التحويل. بعد ذلك أدخل كلمة المرور المرسلة إليك. إنها في غاية السهولة. للتحويل إلى حساب شخص آخر ببنك سحار أو أي بنك آخر في سلطنة عمان، تحتاج أولاً إلى إعداد المستفيد. اذهب إلى إدارة المستفيدين. اختر الحسابات المرتبطة ببنك سحار والبنوك الأخرى في عمان. أدخل تفاصيل المستفيد. قم بالتأكيد بإدخال كلمة المرور المرسلة إليك. الآن اختر تحويل الأموال. اختر الحسابات المرتبطة ببنك سحار والبنوك الأخرى في سلطنة عمان. اختر حسابك. اختر الحساب الذي ترغب في التحويل إليه. أدخل المبلغ الذي ترغب في تحويله والبيانات. قم بالتأكيد بإدخال كلمة المرور المرسلة إليك. إنها في غاية السهولة. قم بتنزيل تطبيق بنك سحار وتسجيل اليوم.